فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اعتمرت قبل سنة، وفي الشوط السابع من الطواف دخلت من الحجر ثم عدت إلى الرياض، وقد حصل جماع لأهلي، فماذا علي في ذلك؟ فسدت العمرة لأنك ما أكملتها وجامعت، ففسدت العمرة. فإذا كنت أتيت بعمرة بعدها فإنها تقوم مقام الفاسدة، ويكون عليك فدية، يكون عليك فدية. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.